التعاون ما بين التعاون في قطاع الصناعة ما بين الصين والجزائر سنستفيد كثير من التجربة الصينية، بالأخص في ميدان الصيدلة، في ميدان إنتاج الحليب، في ميدان إنتاج كل ما هو داخل في صناعة التحويل وصناعات الغذائية. اليوم يعني فيه إمضاء بعض اتفاقيات اللي تخلينا متفائلين، ورايح نكتف في التعاون مع الشركات الصينية، وسيكون فيه تنقل تكنولوجي مفيد للجزائر إن شاء الله.